بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة ومن والاه، ثم أما بعد، قبل أن نشرع في جلستنا العلمية الثالثة لهذا اليوم المبارك، أخبركم أن القيادة العامة للمؤتمر تأمركم بوضع الهواتف على الصامت، فالمرجو الامتثال لها إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه جلسة إن شاء الله تعالى علمية دسمة إن شاء الله تعالى، لأنها جلسة ستشتغل على النوازل الحديثة المعاصرة التي تهم الناس ويشتغلون بها، وتهمنا نحن أيضا عوض الارتباط بالأمثلة القديمة كما قال أخي بالأمس، وعوض الارتباط بالفتاوى التقليدية المستهلكة، فقد استجدت للناس نوازل، ولا بد وأن يكون للدرس المقاصدي قول وكلمة في الموضوع. لقد انتقلنا من العداء السافر للدين إلى عداء آخر جديد، ينتقل هذا العداء إلى الارتباط هو أيضا بالمقاصد الشرعية، ويعلنها ويطالب بأن لا ينفرد هؤلاء المعممون والمشتغلون بالعلوم الشرعية بهذا الدين، فمرحبا. وسنرى هل هذا الانتقال قد انضبط بضوابط العلم الشرعي وضوابط مقاصد الشريعة الإسلامية. هذه الجلسة عنوانها الجهود الحديثة والمعاصرة في خدمة المقاصد، ونرى أن القوم استنجدوا ببعض أعلام أمتنا وبخاصة الشيخ الإمام نجم الدين الطوفي، وأن علينا أن ننظر فيما استجد بعين الطوفي إذا صدقوا في النقل عنه بأن هاته المصالح مقدمة على النصوص. وسيتناول الإخوة الأكارم هذا الموضوع، وسيبينون كل واحد سيبين من زاويته ما أكرمه الله تعالى به من البيان. اليوم عندنا في المغرب، في الغرب الأقصى، نقاش كبير حول إلغاء التعصيب من الميراث، ويستنجدون بالمقاصد ويستنجدون بالمصالح، فإلى أي حد يوافقهم هذا الاستنجاد، وبخاصة أنهم يأتون بمشاكل حقيقية غير مزورة، مشاكل مقلقة في الأسر، كأن يكون للهالك زوجة وعما، ولا تملك لا يملك هذا الهالك إلا بيتا تسكنه هذه المرأة، فهل تقبلون أيها العلماء أيها المقاصديون أن ترمى هذه المرأة بإعطاء نصيب التعصيب لهذا العم أو ابن العم وإن نزل؟ وكيف الحال مع تشريد أمثال هؤلاء؟ هذه مجرد نازلة قد لا تهمكم، لكن ينبغي أن تهمكم كمسلمين، بالإضافة إلى نوازل أخرى في هذه البلاد أو تلك. لا أطيل عليكم أيها الإخوة الكرام،
ونريد أن نبدأ بالموضوع الأول، الدرس المقاصدي المعاصر، إشكالاته، آفاقه، للدكتور الحسان شهيد، وهو من بلدي وسأوفي له في الزمن على حساب بعض الإخوة الكرام، ما يمكن يصير إلا هذا. وهو أستاذ بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، يلقيه بالنيابة عنه الدكتور عماد الجبوري، فليتفضل أخي مشكورا. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا، واغفر اللهم لمعلمنا يا رب العالمين. الدرس المقاصدي المعاصر، إشكالاته وآفاقه، للأستاذ الحسان شهيد، أستاذ الفكر الإسلامي والمقاصد في جامعة عبد الملك السعدي في تطوان. يقول الباحث: لقد شهد مطلب المقاصد الشرعية من العناية والاهتمام بحثا ودراسة وتحليلا في الوقت المعاصر ما لم يشهده غيره من مباحث الدرس الأصولي خلال العقود الأخيرة، إذ وجد فيها الخطاب التجديدي المعاصر ضالته المنشودة في تفعيل الخطاب الشرعي وتنزيل مضامينه مدخلا لنهضة عربية إسلامية شاملة وفق المصالح الإنسانية المتجددة والتطورات الطارئة. هذا إضافة إلى التقاطع العلمي بين الفكر المقصدي ومجموع المعارف الأخرى، سواء كانت علمية أو اجتماعية أو فلسفية، حتى أضحى الفكر الأصولي محصورا في هذه الجهة على حساب الجهات الأخرى من قواعد تفسير الخطاب. الشيء الذي أدى إلى إنتاج خطاب علمي تراكمي يتطلب مراجعة علمية بقصد تقويمه وتصحيح مساراته. يحاول الباحث في هذه الورقة الوقوف عند أهم الإشكالات العلمية والعملية التي تحاصر النظر المقاصدي المعاصر، تمهيداً للإجابة عن سؤال العمل في تطبيقاته وإخراجه من ضيق التنظير والتأصيل إلى سعة التفعيل، حتى يستجيب لمتطلبات المرحلة التي تعيشها الأمة، وإسهاماً في تنمية العقل الإسلامي مع عرض مقترح عملي لتطويره بحثاً وتطبيقاً. مقترحات الباحث، ويركز في هذه الورقة أولاً في الخطاب المقاصدي المعاصر. وفي معنى الخطاب المقاصدي المعاصر، وفي الغاية من دراسة موضوع المقاصد، ثم يأتي الباحث إلى مراجعة الخطاب المقاصدي المعاصر ويقول: تتحدد أهم إشكالات الخطاب المقاصدي المعاصر في اعتقاده في 4 إشكالات. الإشكال الأول الإشكال التاريخي، إن الدارس، وكما يقول الباحث، لا يكلف نفسه عناء البحث أكثر من الإطلاع على لائحة أغلب العناوين المخصصة للدراسات المقاصدية، حتى يثبت لديه إشكال الإغراق في تاريخية الخطاب المقاصدي بالمعنى الدراسي وليس بالمعنى الموضوعي. الإشكال الثاني التجريدية، ويقول: من أعظم ما ابتلي به الدرس المقاصدي المعاصر انشغاله البحثي والأكاديمي بالدراسات التجريدية النظرية، سواء تعلق الأمر بالشق النظري للبحث المقاصدي أو بالشق التطبيقي لفروعه الفقهية، لأنه لم يخرج عن دائرة البحث التوصيفي أو التركيبي لزوايا الفقه المقاصدي. الإشكال الثالث الفصامية، ويقول: وأقصد بها هنا على وجه التحديد
دراسة المقاصد الشرعية مفصومة عن مجالها الأصلي أي الفقه، أو عن مجالها التقعيدي أي عن أصول الفقه، أو مجزأة المطالب أو بحثها دون ربطها بغاياتها. الإشكال الرابع الفلسفية. يقول الباحث: دخل الخطاب المقاصدي خلال مرحلة معينة من تاريخه في خضم الدراسات الفكرية والفلسفية الغارقة في التجريد والنظر، وكأن مقاصد الشريعة لا صلة لها بمواقع الوجود التكليفي للإنسان. الأمر الذي أسهم في إبعاد هذا الرصيد العلمي عن أصوله الحقيقية ومرجعه العلمي المرتبط بالفقه وأصوله. الإشكال الخامس الارتجالية. يقول الباحث: لن تجد تعبيراً عن الارتجالية التي تحكم الخطاب المقاصدي المعاصر أبلغ من التخبط الذي يعيشه الطلبة الباحثون في الفقه المقاصدي من حيث الاختيارات العلمية للبحوث والمناهج التابعة في الإعداد والإنجاز لتلك البحوث. ينتقل الباحث إلى تقويم الخطاب المقاصدي المعاصر ويقول: كيف يمكن إخراج النظر المقاصدي من ضيق التنظير إلى سعة التفعيل؟ إن من أعقد الأسئلة في العلوم الإنسانية هو سؤال العمل أو الانتقال من حال التنظير إلى مقام التشغيل، لأنها علوم شديدة الوثاقة بالجانب الإنساني المتقلب وغير المستقر، ولأنها تحتاج إلى جهود ومبادرات جماعية نابعة من إرادات مشتركة. وعلى ضوء ذلك يقترح الباحث مجموعة آليات يحسبها كفيلة ببلوغ ما يصبو إليه، ويقسمها إلى جوانب ثلاث. إلى جوانب ثلاثة: من حيث الجانب العلمي، ومن حيث الجانب المنهجي، ومن حيث الجانب الإجرائي. من حيث الجانب العلمي، يتحتم على المختصين إنتاج فكر مقاصدي جديد مناطه في ثلاث متحققات. من حيث الأول: من حيث إنتاج الخطاب النظري المتجدد، والثاني: من حيث الاجتهاد في القضايا والإشكالات والنوازل، والثالث: في توجيه وترشيد النظر الاجتهادي وفق العالم والعصر. أما من حيث الجانب المنهجي فيقول: نبدأ في هذا الجانب في نظر الباحث من العمل على تشغيل المقاصد بالصورة الممكنة أو الإمكان التشغيلي، ويكون عبر إعادة النظر في العلاقة بين الأصول والمقاصد وتحرير مسائلها، وتتجاوز ذلك إلى فقه المصالح المتجددة في الواقع الإنساني. أما من حيث الجانب الإجرائي فيقول الباحث: بالإمكان إجراء النظر المقاصدي وفق القدرات المتاحة طلباً للتشغيل والتفعيل. ولديه بعض المقترحات تتلخص أولاً في إعداد خطط علمية متكاملة لبحوث ذات بعد مقاصدي. الثاني: العمل على إنشاء مراكز ومؤسسات بحثية تعنى بالنظر المقاصدي وآليات اشتغاله وتفعيله في الواقع الإنساني المعاصر. الثالث: اهتمام مراكز علمية
بالوصول العلمي والعملي بين الإجراءات القانونية لمؤسسات الدولة بالمقاصد الشرعية لإضفاء روح الشريعة عليها. تأسيس دوريات علمية ومجلات تعنى بالشأن المقاصدي تطويراً للبحث فيه. تكثيف عقد ندوات ومنتديات علمية المعنية بالبحث في المقاصد الشرعية. إنشاء مواقع علمية إلكترونية خاصة بالبحث المقاصدي من شأنه تقريب الطلبة الباحثين والقراء وتيسيراً لسبل البحث فيه. ويختم الباحث: تلك إذن بعض الرؤى العلمية والمنهجية والإجرائية نحسبها دافعة ومؤسسة للإجابة عن سؤال العمل في النظر المقاصدي بتكاثف الجهود العلمية المختلفة في وطننا العربي والإسلامي واجتماع الأعمال الإجرائية في مواقع الوجود الإنساني. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد الشكر الجزيل للدكتورين الفاضلين، ما تقدم به بين أيديكم أيها الإخوة الكرام أيسر الأبواب كما قد ذكرت سلفا لكل من أراد أن يتخفف من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية. اليوم هو الإدعاء المقاصدي، ونحن سننتقل بكم على السريع إلى باحث متحرر شرعي يدعى في تاريخنا بالشيخ نجم الدين الطوفي رحمه الله له وعليه، واستودع نظراته في التعيين، ووجد علماء هذا العصر وجدوا بغية فيما نطره فأفردوا رسالته بالنظر والتحقيق والكلام لكي يتحدث عن إشكال المانع الشرعي أو المانع النصي مع وجود المصالح الدنيوية التي تضغط في هذا الاتجاه أو ذاك. لست أدري ما الذي سيتحدث عنه أخونا الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، لكني أعرف وتعرفون أن هذا العلم يحتاج إلى مزيد من البيان وإجلائه، إجلاء الوضوح في طريقة تفكيره، حتى لا يسرق الأعلام المتحررون من أمتنا من بين أيدينا. اليوم الآن مع تحقيق موقف نجم الدين الطوفي من رعاية المصلحة والمقاصد في الدراسات الحديثة والمعاصرة، أعطي الكلمة لأخي الدكتور مثنى حارث الضاري فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، وأشكر أخي الدكتور القائد العام لهذه الجلسة على هذا التقديم الذي أبان عن بعض محتويات هذا البحث. إخوتي وأحبتي، نجم الدين الطوفي كما قال الدكتور أحمد كافي جزاه الله خيرا يستحق منا الاهتمام، فهو إن كان عراقيا بغداديا ولكن له من اسمه نصيب، فقد طوف في بلاد الأمة، فكان عراقيا ثم شاميا ثم مصريا ثم جاور في الحرمين ثم توفي أخيرا في فلسطين كما سنرى بعد قليل. في البداية لأهمية هذه الشخصية سأعطي بطاقة تعريفية سريعة عنه ثم ندخل في تفاصيل البحث. نجم الدين الطوفي أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي. الطوفي نسبة إلى قرية طوفة أو طوفة على نهر صرصر، والصرصري نسبة إلى هذا النهر صرصر، وهي بلدة بالقرب من بغداد على نهر سمي باسمها، والتحقيق أنهما قريتان من سواد بغداد، صرصر العليا وصرصر السفلى،
تقعان أعلى وأسفل نهر عيسى، وبين صرصر السفلى وبغداد نحو فرسخين، أي من 10 إلى 12 كيلومترا في طريق الحاج من بغداد، أي في الجنوب الغربي من بغداد. ونهر عيسى يسير في مجراه الآن أو قريبا منه نهر أبي غريب الموجود، ونهر الخير المندثر قبل زمن قريب والمعروف لدى أهل بغداد بنهر الخير في الكرخ غرب بغداد في منطقة المنصور تحديدا. الولادة مختلف فيها، ولكن الثابت أنها بعد عام 670 للهجرة، والوفاة سنة 716 للهجرة، أي عاش 46 عاما فقط. المذهب حنبلي. الأوصاف العلمية: فقيه وأصولي ومفسر ومحدث ومتكلم وأديب وعالم بالعربية ومؤلف ومصنف في جميع هذه العلوم. سيرته المختصرة: دخل بغداد سنة 691 للهجرة، ورحل إلى دمشق سنة 704، وزار مصر، واستقر بقوص في أقصى الصعيد مدة، وهذه المدة كانت مدة إنتاج فكري خاص للطوفي، ثم جاور في الحرمين وتوفي في مدينة الخليل بفلسطين رحمه الله. أبرز المؤلفات: الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة، درء القول القبيح في التحسين والتقبيح، شرح المختصر في أصول فقه الحنابلة، المختصر في أصول فقه الحنابلة المعروف بالبلبل، الإشارات الإلهية في المسائل الأصولية، وهو كتاب نفيس يتحدث عن سور القرآن في مبحثين، في كل سورة يأخذ مبحث في أصول الدين وهو القدر، باب القدر، وفي أصول الفقه يأخذ العموم والتخصيص في كل آية من آيات القرآن، فكأنه تفسير للأحكام زائدا تفسير أصولي زائدا تفسير كلامي، ولكنه مختصر جدا. التبيين في شرح الأربعين النووية وهو مدار هذا البحث، والإكسير في التفسير، وقدوة المهتدين إلى مقاصد الدين، وتعاليق على الأناجيل، وشرح مقامات الحريري، ومختصر جامع الترمذي، وشرح القصيدة التائية في القدر لابن تيمية، وغيرها كثير. عنوان البحث: تحقيق موقف نجم الدين الطوفي من رعاية المصلحة والمقاصد في الدراسات الحديثة والمعاصرة. فكرة البحث تقوم على استعراض أقوال وجهود الباحثين المعاصرين والمحدثين في مطلع القرن العشرين في هذا الموضوع، وسبب تحديد هذه المدة هو تأريخ ظهور رسالة رعاية المصلحة المنسوبة للطوفي، وأقول المنسوبة عنوانا وإلا المادة هي له، ولكنها اجتزئت من أحد كتبه كما سنرى بعد قليل، فقد اختلف الناس فيه على مذاهب مختلفة، فمنهم المادح ومنهم القادح ومنهم المتوسط. وهكذا سنستعرض هذه المواقف، ثم ندخل في بيان رأي الطوفي من خلال رسالته قراءة فاحصة بعيدا عن الأقوال التي قيلت فيه قديما وحديثا. وقد ضربت عرضا عن الأقوال القديمة والخلاف الذي جرى بين علماء الأمة المتقدمين ولا سيما الحنابلة، والاتهامات الكثيرة التي رمي بها في ذلك الوقت، لأنه الآن التحقيق يقول أنها اتهامات للأسف غير صحيحة وغير دقيقة ومعتمدة على نقول غير سليمة، ولا سيما بعد تحقيق كتب الطوفي في هذا العصر حسمت هذه القضية، وأرى غلق الباب في الحديث عنها، ومنها الاتهام المشهور له بأنه كان شيعيا. يقول الدكتور مصطفى أبو زيد في كتابه المشهور المعروف المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي: اختلف المؤرخون فيه، فيرفعه فريق منهم إلى مرتبة العباقرة الأبذاذ، ويتهمه فريق وينزل به بعضهم إلى درك الملحدين. وأول من انتقده بهذه الانتقادات الشديدة ووصمه بهذه الأوصاف هو الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله، فقد قال عنه: ومن جملة أساليبهم الزائفة في محاولة تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم قول بعضهم، ويقصد الطوفي، إن مبنى التشريع في المعاملات ونحوها هي المصلحة، ف
فإذا خالف النص المصلحة يترك النص ويؤخذ بالمصلحة. هذا تقرير قول الطوفي بناء على الكوثري، وهو لا يتفق مع ما قرره الطوفي في رسالته في شرح حديثه لا ضرر ولا ضرار. ثم يكمل: فيا للخيبة ممن ينطق لسانه بمثل هذه الكلمة ويجعلها أصلاً يبني عليه شرعه الجديد، وما هذه إلا محاولة لنقض الشرع الإلهي بتحليل ما حرمه الشرع باسم المصلحة، فسل هذا الفاجر ما هي المصلحة التي تريد بناء شرعك عليها. هذا الكلام طبعاً يتوجه إلى من أراد أن يصرف قول الطوفي إلى ما خشيه الشيخ الكوثري ولا ينصرف إلى الطوفي كما سنرى بعد. اشتهر الطوفي أكثر من أي شيء آخر بموقفه من العلاقة بين النص والمصلحة عند التعارض، حيث ذاع عنه تقديم المصلحة على النص هكذا تقديما مطلقا كما يفهم من كلام الشيخ الكوثري. وقد ورد هذا في شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار في أثناء شرحه للأحاديث الأربعين النووية في كتابه التعيين شرح الأربعين، هذا هو الكتاب، وطبع بعد 80 سنة من إفراد الرسالة، رسالة الطوفي رعاية المصلحة، وهذا أحد مشاكل الطوفي أو إحدى مشاكل الطوفي. وانتشرت هذه الشهرة وعمت وفعلت فعلها في الدراسات الحديثة والمعاصرة، وباتت مشكلة بحثية ومفاهيمية انقسم الناس إزاءها قسمين رئيسين، وفي القسمين الرئيسين أقسام أخرى. النحو الأول منهما نحو النقد الشديد لهذه المعالجة غير المنسجمة كما يرى مع بنية التشريع الإسلامي وآلياته الاجتهادية وطرقه في دفع التعارض ورفعه إذا حصل، وهو نقد صحيح من حيث المبدأ، لأن الأصل هو تقديم النص دائما من منطلق توافق النصوص مع مصالح الناس وفق قاعدة موافقة المعقول للمنقول وسلامة العلاقة بين العقل والنص الشرعي بحكم أن المشرع والحاكم هو الله. فيما نزع القسم الثاني إلى تبني هذه المقولة المشكلة واعتمادها دليلاً وأداة لإسناد تصورات خاطئة بشأن تعارض العقل مع النقل وجناية النص كما يقولون على الناس. وتهدف هذه الدراسة إلى مناقشة هذا الموضوع وبيان أنه قد حمل أكثر مما يحتمل، واستغلت شهرة عبارة الطوفي التي جنت على حقيقة موقفه الذي لم يعتني كثير من الدارسين بتفحصه ومحاولة اكتشاف أبعاده وتجلية مفهوم المصلحة عنده، وهل هي عينها المصلحة المرسلة أم أنه يقصد أمرا آخر، وهل تقديم النص على المصلحة عنده عام وتام في جميع أبواب الفقه أم في بعضها مما يكون عماد التشريع فيه وهي المصالح، وهل هو تقديم مطلق أم مقيد بشروط وضوابط، وهل يقدمها في التشريع وبيان الأحكام أم في الإجابة عن الأسئلة وفي الفتوى فحسب، وقبل ذلك هل يقرر الطوفي أن هناك تعارضاً من حيث المبدأ بين النص والمصلحة فيضطر لتقديم المصلحة على النص عند الحاجة لذلك؟ هذا البحث هو محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات وتلمس الإجابات الصحيحة والمقنعة لها بحسب قراءة فاحصة غير مجزوءة. المواقف: موقف التبني الظاهري بدون فحص كما عند رشيد رضا والقاسمي والسائح وغيرهم، موقف التبني مع انتقادات شكلية بعد الفحص كما عند أبي زيد وشلبي وعلال الفاسي وآخرين، وموقف الرفض بدون فحص أو تقليد، حتى أن أحدهم تساءل عن سبب عدم رد المتقدمين على الطوفي مع اشتهار مقالته وردهم على أبسط من ذلك بل رماه بقلة الفهم، ورابعا موقف التجنب، تجنب مناقشة الموضوع، وهذا وقع من كثير من محققي آثار الطوفي، هربوا من المشكلة حتى لا يقعوا فيها وهي ليست من شأنهم، وأخيرا الموقف العلماني، وهنا ألخصه بعبارة العلماني المعروف محمود أمين العالم الذي يصف الطوفي بالأصول العظيم قائلا إن الطوفي يقول بإمكانية الخروج حتى على النص الصريح لو تعارض مع المصلحة كما ذهب إلى ذلك الفقيه العظيم الطوفي، أصبح عظيما لأنه توهم أنه يقدمه على النص ويقول الصريح. بيان موقف الطوفي من رعاية المصلحة: لا بد من حصر كل أقوال الطوفي في الرسالة وهي شرح حديث لا ضرر ولا ضرار، بالحصر يتبين أنه
لديه رأي في هذا الموضوع وقد اتخذ احتياطات كثيرة، وهذه الاحتياطات بالحصر تجاوزت العشرة في كل موضع، وهو شرح في عدة صفحات يقول ورأيي كذا وأقول كذا بقيد كذا بضابط كذا أقصد كذا، يحتاط كأنه كان خائفا من أن يفهم على غير ذلك وقد فهم. والاحتياطات كثيرة لن أذكرها الآن اختصارا للوقت. المصلحة بين الطوفي والإمام مالك، يفرق الطوفي بين طريقته في إثبات المصالح ورعايتها عن طريقة الإمام مالك التي هي القول بالمصلحة المرسلة، وبذا يظهر الفرق بينه وبين القائلين بالمصلحة المرسلة كما ظهر في كتابيه المختصر وشرحه، فيتكلم عن المصلحة كدليل ولا يتعرض لموضوع التقديم إلا عند شرحه لهذا الحديث. ويقول في رسالته المشهورة: المصلحة التي يريدها هي أكبر من المصلحة في رأي مالك وأعظم. وأيضا أعرض عن هذا وأعرض عن موقفه من التحسين والتقبيح، وأنتقل مباشرة إلى مفهوم المصلحة وعلاقتها بالمقاصد عند الطوفي. يفرق الطوفي بين مستويين في الموقف من المصلحة، وهما موقف رعاية المصلحة كمصلحة ورعاية غاية المصلحة أي المقصد والهدف التي يراها أصلح منها، وهذا ما ذكره في موضعين في شرحه للحديث بقوله: والأصلح من المصلحة غاية المصلحة. ويقول أيضا: المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام وباقي الأدلة ومنها المصلحة المرسلة كالوسائل، والمقاصد، لاحظوا العطف، واجبة التقديم على الوسائل. وأدلف أخيرا إلى الخلاصة بعد التنبيه من القيادة العامة. الخلاصة: القراءة المتقدمة أوصلت إلى النتائج الآتية: 1. ينفي الطوفي بقوة وقوع بل إمكانية التعارض بين النص والأدلة التفصيلية جميعا فضلا عن المصلحة، ويسهب في شرح توافق الشريعة وتكامل النص مع العقل والمصالح العامة. نص الطوفي على أن التعارض بين النص والمصلحة شكلي ظاهري متوهم يحتاج إلى الرفع، لاحظوا هنا، بالشرح والبيان والتخصيص للمكلفين. هذا هو مقصوده، تقديم المصلحة على النص بالتخصيص والبيان، وهي طريقة معهودة عند الأصوليين، وهذا عين ما عليه علماء الشريعة في كل زمان ومكان. 3. ينقض الطوفي أصل التحسين والتقبيح المعتزلي ويرد عليه بقوة في كتبه المختلفة، ومنها كتابه المخصص للموضوع درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح، فمن باب أولى ألا يقدم المصلحة على النص بسبب ميل العقل إليها. ينتقد الطوفي التشهي والهوى في تقديم المصالح وينعى على فاعل ذلك، ويضع ضوابط وشروطا عامة لإعمال المصالح. المصلحة التي يقصدها الطوفي بالتقديم على النص هي المقاصد الكلية كما توصلت إلى ذلك، وليست المصلحة المرسلة كما هو الفهم الشائع عند كثيرين، فهو يعرفها ويحددها ويصفها بصفات تثبت أنها أعلى درجة من المصالح فهي من المقاصد، ويفرق بينها وبين المصلحة المرسلة عند الإمام مالك وغيره من علماء الأمة كما تبين. وأخيرا، فإن الطوفي يقدم المقاصد أو المصالح العليا بعبارته على النص الجزء التفصيلي إذا لم يجد نصا يسعفه في بيان حكم الشرع، فتقديمه هو لجوء للمقاصد لغرض الفتوى عند عدم وجود النص أو التعارض الشكلي الظاهري بين النص الظني ومبدأ رعاية المصالح وفق مقتضى النصوص، ومنها حديث لا ضرر ولا ضرار. شأنه الدفاع عن النصوص ورفع يقينيتها وقطعيتها، ذلك أن الطوفي يتعامل مع المصلحة كبيان للنصوص، وما كل النصوص بل النصوص من المعاملات. 7. إن إفراد شرح حديث لا ضرر ولا ضرار بالنشر وإن كان لمقاصد نبيلة كما فعل رشيد رضا وجمال الدين القاسمي وغيرهم، لكنه تسبب بمضار ومفاسد، فلو كان ضمن الكتاب لكان أمرا طبيعيا لرأي مهم في ثنايا كتاب لا يثير إلباسا ولا إشكالا كغيره من الآراء، ولكن الإفراد جعله غريبا عن نطاقه ومجاله مع أنه ليس كذلك، بل هذا فعل المتقدمين كابن تيمية وابن القيم وبعض فقهاء الحنفية في المواضع التي تخالف فيها المصلحة النص في غير مواطن الإحسان، كما حقق ذلك الدكتور محمد مصطفى شلبي. أختم أخيرا بالرأي الحاسم في هذا الموضوع. خلاصة ما تقدم أن الشاطبي يستخدم عبارة تقديم المصلحة على النص التي طارت بها ركبان عصورنا المتأخرة،
فنقلتها من غير تحقيق أو تنقيح إلا من رحم ربك، وقصده منها كما ظهر فيما تقدم، هذه هي خلاصة الخلاصة، تخصيص النص أو بيانه في النصوص ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت في بابي المعاملات والعادات فقط عند التعارض وعدم إمكانية الجمع بملاحظة مقاصد الشريعة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلامة علال فاسيك مقاصدي مشهور عندما تعرض للإمام نجم الدين الطوفي وصفه بالباحث المتحرر المتمكن المجيد، وحلاه بجملة من الأوصاف العلمية التي تليق به، ثم ذكر لوثة عند كثير من أهل الإسلام أن ما لا توافقهم من الآراء يلتجئون إلى الاتهامات كما قد سمعتم، إما بالإخراج من الملة أو بإرماء الرجال إلى فرق أخرى ونحل أخرى بعيدة، وهذا ما لا ينبغي لدارس يتغيل عدالة الإلهية بين الناس أن يتورط في ذلك. بعد الشكر الجزيل لأخي الدكتور متنى على ما تفضل به وتكرم، وهو ملخص لملخص عنده فيه جملة من التفصيلات والتفريعات تحتاج في الحقيقة إلى يوم كامل لهذا الرجل حتى نستبين الأمر من خلال مؤلفاته التي ذكرها ومن خلال جهوده التي كان فيها مخلصاً مع أمته، يود النصيحة لها، يصيب كما يصيب الكثيرون ويخطئ كما يخطئ الكثيرون. أنتقل إلى الشيخ هشام بن عبد الكريم البدراني، عضو مجلس الشورى هيئة علماء المسلمين في العراق، ليحدثنا عن التحريف الحداثوي لمنهج النظر في المقاصد الشرعية، فنرجو التوفيق له والسداد، وليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، اللهم يسر وعن يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع البحث عندي التحريف الحداثوي لمنهج النظر في المقاصد الشرعية. بالتأكيد أن العناوين الرئيسة في البحث لا أستطيع أن أطرقها بالتفصيل وسأوجز إن شاء الله. تناولت في البحث نشوء البحث في المقاصد لماذا وكيف، وتم فيه ثلاث مفاصل: السبب الموجب والدواعي المؤثرة المتأثرة، جذور الدوافع البحثية، حقيقة الدوافع الموضوعية للنظر. ثم تناولت التأصيل المعرفي للمقاصد في مجال الفكر الحداثوي للمسلمين، أي ليس هناك اتهام لأحد، الكل مسلمون. تناولت فيه ظاهر التقديس الموروث الديني، تفسير الحداثويين للموروث الثقافي، مآخذ وملاحظات. ثم تناولت في مبحث آخر ومفصل آخر خطأ فهم الحداثويين للاجتهاد، وتناولت فيه ثلاث مسائل: الاجتهاد حقيقة كاشفة، الاجتهاد وأصول الفقه، غاية أصول الفقه. ثم اختصرت الموضوع في مكمن خطأ الفهم للحداثويين لموضوع الاجتهاد. ثم تناولت اعتراضهم على أن أصول الفقه قطعية. هناك اعتراض ليس عند الكل، وإنما هناك نوع من التذبذب أو القلق الفكري في هذا الجانب، ولكن تناولت فيه ادعاء وتناقض لماذا أصول الفقه قطعية. ثم تغليط الحداثويين لمفاهيم الأصوليين، أخذت بعض الشواهد في ذلك. وتناولت بعد ذلك دعوة الحداثويين لإنشاء علم المقاصد الشرعية، وهذه دعوة حقيقة في تقديري أنها ليست ذات جدوى أو ثابتة، وإنما هي مبالغ فيها وسأوضح. ثم تناولت خطأ منهج الحداثويين في فهم المقاصد الشرعية، وفيه مفصلين: الحكم غير الفتوى،
وقوة المقاصد من قوة المصدر المشرع لها، ثم أوجه خطأ منهج الحداثويين. الآن أتناول الموضوع بشكل مختصر وفي مجمل الفكرة في هذا الباب، وأبدأ من العنوان: التحريف الحداثوي لمنهج النظر في المقاصد الشرعية. من المؤكد حين نقول منهج النظر في المقاصد الشرعية، هناك تقرير أن هناك منهجاً أصولياً لبحث المقاصد الشرعية، وليس بالأمر الجديد أو الحادث في هذا الباب، وإنما المقاصد الشرعية هناك منهج أصيل. هذا المنهج منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي بالقرآن وبيان الوحي بالسنة، ثم بيان تنفيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي في مجالات الحياة. فهناك مقاصد مرتبطة مع كل حكم من أحكام الشريعة، ولكن هذه المقاصد على غير المفهوم المقصدي الذي تناوله الحداثويون. إذن هناك منهج أصيل لبحث المقاصد، وأنا تناولت التحريف الحداثوي تخصيصا لمنهج النظر. فمن هم الحداثويون؟ قطعا حين ننظر إلى بحث المقاصد والانتباه لها منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي وواسط القرن الثالث الرابع عشر الهجري، هناك التفات إلى كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وهو كتاب معروف مشهور تناوله الباحثون بشكل رصين وأحيانا بشكل دون ذلك. الإمام الشاطبي رحمه الله حين جاء في فترة ركود وجمود من تاريخ الفكر الإسلامي، ومن المؤكد أن الأمة الإسلامية أمة حية، أمة ولادة، أمة تستطيع أن تجدد حياتها من جديد ووجودها بين الأمم من جديد. فكان لتجديد الحياة لا بد من تجديد الفكر النامي في هذه الأمة، فأبناؤه هم المجددون لهذه الحيوية. فكان الإمام الشاطبي رحمه الله جمع أمرا هاما في مواجهة تحديات فكرية وجمود فكري عند الأمة، تحديات فكرية من بداية التطور أو النهوض الأوروبي آنذاك أو العالم المسيحي وامتدادا إلى ما بعده. فتناول الإمام الشاطبي رحمه الله في تقديري وقراءتي لكتاب الموافقات لاحظت ملحظين لقراءة كتاب الموافقات: أن الكتاب يتناول غالباً حسب وجهة نظري وقراءتي وفهمي، وقد أكون يعني غير دقيقاً ولكن لا بأس تحملوني في هذا الجانب، أنه تناول الإمام الشاطبي التوافق أو محاولة التوفيق بين المذهبين الحنفي والمالكي، وهذا التناول ركز فيه على الإدراك المركز أو الوعي، كيف تحدث وتقدح العملية الفكرية في ذهن المجتهد، وتناول هذه العملية على غير أسلوب الأصوليين، مع أنه منضبط معهم في الأصول والتفاصيل، ولكن أخذ قدح الفكرة، كيف تقدح الفكرة في ذهن المجتهد استنباطا. هذا الجانب الأول الذي تناوله الإمام الشاطبي، وهناك ألسنية عالية عند الإمام الشاطبي، وهو مرتبط بضوابط أصول الفقه لا ينفك عنها البتة. الأمر الثاني الذي لاحظته في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي أنه يتناول كيف نتعامل مع النوازل أو الإفتاء الفتوى، فكان له ضوابط وأصول في هذا المجال، وعندما لم يتسع له كتاب الموافقات في ضبط هذه المسألة وحذرا من غيرها، أتبعه بكتاب الاعتصام وتناول به أحوال فردية وجماعية للأمة، وتناول فيه حتى يعني الإطار التكويني للجماعة المسلمة التي هي غير الدولة المسلمة، التي هي تشتغل بالأمة الإسلامية بشكل جماعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذ أبعاد في هذا الكتاب ضابطة حتى لا يخرج رأيه من ضابطه الأصولي إلى رأي آخر ربما يفهم على وفق الحداثة التي وجدت آنذاك في العالم المسيحي وبدء التغيير الأيديولوجي الثقافي للعالم المسيحي والانتقال من العقيدة الكاثوليكية
إلى العقيدة البروتستانت آنذاك وما صاحبها من عالم المسيحي، وهذا بالتأكيد أنه سيكون له أثر بعد سقوط الأندلس. الأمر الثاني الذي جاء بعد لفت الانتباه والنظر بعد الإمام الشاطبي هو الشيخ الإمام الفاضل رحمة الله عليه الإمام محمد الطاهر بن عاشور، تناول ولكن بعد حوالي 500 سنة من حياة الإمام الشاطبي، تناول هذا الباحث أو الإمام محاولة لتجديد الجمود والخروج عن حالة الركود في الأمة الإسلامية، سيما بعد غياب الكيان الفاعل للمسلمين عن الوجود الحضاري للأمة ودخول الأمة تحت هيمنة سياسات العالم المسيحي الرأسمالي أو سياسات الجماعات والأفكار المتأثرة بالثقافة الغربية أو كما نسميها الثقافة العلمانية الرأسمالية الديمقراطية. فكان الإمام محمد طاهر بن عاشور حاول جاهدا أن يعني يحيي هذه الأفكار المقاصدية، محاولة حقيقة أنا من قراءتي له للكتاب المقاصد وجدت أنه يتكلم بحالتين، حالة أنه منضبط بالنص ومحاولة أخرى تخرج عن النص، ولكن أي نص؟ النص الحداثوي الذي جاء في المقاصد الشرعية للطاهر بن عاشور أنه حاول أن يكون منضبطاً بأصول الفقه قدر الإمكان وأن ينشئ إنشاءً جديداً، ولكن المشكلة ما بعد ابن عاشور أنه جاء باحثون وتناولوا هذا الموضوع وليس بالعقلية أو بالمستوى المطلوب، وليس كلهم وإنما القسم الأكبر نستطيع أن نقول ذلك. فتناول الحداثويون منهج جديد بمنهج جديد النظر في المقاصد الشرعية، وحاولوا أن يضعفوا من تقديس النص سواء النص الشرعي أو النص الفقهي، ولكن قطعا النص الشرعي لم يجرأ أن يصرحوا بذلك جرأة كاملة، وإنما هي في ضمنيات مباحثهم، وإن جرى بعض العلمانيين من الحداثويين وهؤلاء لا نحسبهم على المسلمين أنه جرأ في مثل هذه الجرأة. الذي أحب أن أذكر فيه في هذا المجال أن الحداثويين بعد طاهر بن عاشور منهم ثلاث أنواع: نوع حاول ينضبط بالأصول، نوع حاول أن يعني يجدد ولكن لم يستطع أن ينضبط بأصول الفقه فأصبح في إطار الحداثة، ونوع انساق مع هؤلاء انسياقا غير موضوعيا أو غير علميا وإنما انسياق الإعجاب أو انسياق المتابعة أو ما إلى ذلك. فهذه الطروحات حقيقة أربكت الذهن المسلم وهو مربك في الأصل بما أصابه من ضعف ووهن عبر هذه القرون من الزمن الجمود وزمن التخلف عن الإسلام أو الضعف الشديد الذي طرأ على الإسلام على الأذهان في فهم الإسلام. الذي أحب أن أؤكد عليه في هذا المجال أن المقاصد الشرعية هي مصاحبة للأحكام الشرعية لا تنفك عنها، ولكن هذه المصاحبة مصاحبة الثمرة والأثر وليس مصاحبة القاعدة الفكرية أو الانطلاق أو العلل. فلذلك لا تصلح المقاصد الشرعية بعد البحث والاستقراء والنظر أنها تكون تشريعاً سبباً للتشريع، فلذلك جعلها أن تكون أصل للتشريع أو دليل للتشريع فهو كقلب رأس الهرم، فجعل رأسه قاعدة وقاعدته رأساً، وهذا يقلب الأمور حقيقة قلبا غير صحيح وغير مجدي وغير مثمر. فلذلك أنه لا بد من الانتباه لمباحث الحداثويين على وجه الخصوص، وحين نتناول المقاصد لا بد من رعاية المفهوم الصحيح للعلاقة الجدلية بين العقل والنقل، بين الوحي والعقل أيضا. هناك مفاهيم مضطربة
أنا لاحظتها في البحث وسجلتها، أن هناك اضطراب في فهم ما هو حضارة وما هو مدنية، ما هو من العلم والثقافة، ما هو يتعلق بالتشريع، وما هو يتعلق بحياة الناس الوسيلية المدنية. فهناك حقيقة إشكاليات كثيرة كان ينبغي على الناظرين من الحداثويين رعايتها قبل النظر في التشريع، وأن جعل المقاصد أصل في التشريع. ثم أن هناك فرق بين المصلحة العقلية كما نفهمها نحن على حسب حاجتنا، وما هي المصلحة في التقدير الشرعي الذي يخصه الوحي في أنه هذا مصلحة للعباد. فلذلك أنا في تقديري أن هناك تحريفاً جرى في مناهج البحث الحداثوي للمقاصد الشرعية، أخرجته عن الطور الأصيل لمنهج البحث المقاصدي كما هو منضبط في علم أصول الفقه. ولا بد للدرس في هذا المجال أن نلاحظ أنه وجد كثير من الباحثين أنه الدرس عندهم لم يأخذ طوره الأصولي الصحيح، وانطلقوا إلى البحث وهم ليسوا بمكتملي الضوابط، سواء ضوابط الملكة أو ضوابط الآلة في التعامل مع النص الشرعي ولمحاولة تفهم المقاصد ووضعها في مواضعها الأساسية. هناك فرق بين الحكم والفتوى. الحكم هو المستنبط من أدلته التفصيلية، وهو قصد مراد الشارع كما قال الأصوليون قديما في الرسالة على ما أذكر للإمام الشافعي، يقول الحكم الفقه هو الحكم وهو قصد مراد الشارع. وكما يعني يذكر عن الأئمة أنه قديما قبل تخصص الفقه في موضوع العلم بالأحكام الشرعية، أن الفقه هو معرفة ما يجب لله عز وجل على المخلوق. ولكن هذه التعريفات التي جاءت بعدها كلها تعريفات اصطلاحية، فنحن يجب أن نفرق بين الحكم والفتوى. الحكم هو ما يستنبط من الدليل، من النص، ويجب أن يتوفر فيه الدليل ووجه الاستدلال والمستدل لمعرفة الحكم، وهذا ضوابطه في أصول الفقه معروفة. أما الفتوى فهي ليست استنباطا للحكم الشرعي، وإنما هي تقدير الأمر قدره بإنزال الحكم الشرعي على واقعه، سواء واقعه الفردي أو واقعه الاجتماعي والمجتمعي أو الواقع في النوازل الكبرى على ما هو معروف. فهناك فرق بين الحكم الشرعي والفتوى. فالمقاصد تراعى في الفتوى، المقاصد تراعى في الفتوى في إنزال الحكم الشرعي على واقعه في ذهن المفتي بحسب حال المستفتي، وهو الإتيان بالممكن من الحكم الشرعي بحسب حال المستفتي كما تعرف الفتوى. وأما الحكم فهو الاستنباط من الدليل، ولكن حين يستنبط المجتهد الحكم الشرعي من الدليل لابد أن يلم بجميع أطراف الحكم الشرعي حتى لا يتعامل معه بشكل علمي مجرد، وإنما بشكل علمي حيوي. هذا ما أستطيع أن أذكره ملخصا، والحديث كثير، ولكن لضيق الوقت وأمر القيادة كما يقال. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. أرجو أني وفيت. وأحب أن أقول بأن هناك فرقا ظاهرا بين من ينطلق من الدين، قواعده، أصوله، أحكامه، كلياته، للبحث للناس عن الحلول والمخارج وإسعادهم، ومن يزعج هذا الدين وأحكام الدين، لكن لا يمتلك الشجاعة في الإعراب عن رأيه أنه كافر به، رافض له، غير مريد إياه. إن هذا الدين لا يفرض نفسه على أحد من الخلق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهي وظيفة العلماء الوقوف في وجه هؤلاء وبيانهم للناس وبيان خروجهم
عن جادة الشريعة الإسلامية وعدم اعترافهم بها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هناك مبطلون ينتحلون ويدعون ويزعمون، وتأويل الجاهلين. أيها الحضور الكريم، ننتقل إلى تجديد المقاصد الشرعية العامة. ضوابط هذا التجديد طروحاته للدكتور عمر عبد عباس الجميلي، أستاذ مشارك في جامعة الشارقة، يلقيه بالنيابة عن الدكتور عمر النقيب. فليتفضل الأخ الكريم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث بعنوان تجديد المقاصد الشرعية العامة ضوابطه وطروحاته، تقدم به الباحث الأستاذ المشارك الدكتور عمر عبد عباس الجميلي إلى مؤتمر هيئة علماء المسلمين، والذي بعنوان المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال في الدراسات الحديثة والمعاصرة. وأنا هنا أقتصر بحثه من بحثه وكلماته بما يأتي فأقول: الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا معقب لحكمه وهو الحكيم العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن التجديد يعني عودة إلى الأصول بإحيائها في حياة المسلم، إحياء من درس وتقويم من حرف، ومواجهة الحوادث والوقائع المستجدة بفهم وقراءة جديدة، إذ تجديد الدين يشمل تجديد الفهم والفقه فيه. ويعد علم المقاصد الشرعية أحد العلوم الاجتهادية، والتي نالت حظها من دقة النظر وسبر الاستقراء وسعة التمثلات، ويعد المقعد الأول لهذا العلم، بل والمبتكر له، هو إمام الحرمين الجويني، ثم حمل الراية من بعده تلميذه أبو حامد الغزالي، ثم جلى هذا العلم وأفاض فيه قطب المقاصديين وشيخهم أبو إسحاق الشاطبي. ولهذا فقد حظيت نظرية المقاصد العامة، والتي يراد بها المصالح التي تستهدفها الشريعة بما يعود على العباد بالخير في دنياهم وأخراهم، مثل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض بالعناية البالغة. وظل هذا التجديد النسقي متلازماً إلى مرحلة ما قبل الطاهر بن عاشور، مع ما وجد عند السابقين من جواز الزيادة في أعداد المقاصد، وميل بعض العلماء إلى وجوب التوقف عندها. ويسعى هذا البحث لجملة من الأهداف، لعل في طليعتها تمكين علم مقاصد الشريعة من استعادة الفاعلية والقدرة على الاستجابة والاستيعاب للمشكلات والإشكاليات المنهجية والفقهية والفكرية التي يواجهها المسلمون في عالمهم المعاصر. كما يتمثل التعلق بأمل المقاصد بهدف محوري آخر من شأنه أن يفتح البحث فيه ويطوره بمرحلة جديدة في العقل الفقهي والأصولي الإسلامي، قوامها التوازن الداخلي. وبعيداً عن تعريفات المصطلحات العلمية أيها الحضور الكريم لهذا البحث التي لا تخفى على أمثالكم، أقتصر في هذه العجالة على محاور البحث التي ضمنها الباحث عنوان مشاركته، وهي دواعي التجديد. وأشار لذلك بقوله في العنوان: تجديد المقاصد الشرعية العامة، ليصل للمحورين الآخرين
بقوله ضوابطه وطروحاته. أما دواعي التجديد فإن التجديد يعد من مآثر الأمم ومفاخرها العلمية والحضارية، وهو السبيل نحو نهضتها، بل هو بمثابة نفخ الروح في فكرها وتراثها، وانطلاقاً من أن هذه الشريعة الإسلامية خاتمة شرائع السماء لهداية الإنسان، فصلاحيتها لكل زمان ومكان مرهونان بالتجديد الدائم فيها لمواكبة مقتضيات ومتطلبات ومستجدات الواقع إلى يوم الدين. ومن أهم دواعي التجديد ما يأتي: أولاً إعادة صياغة بعض المعالم المقاصدية عبر قراءة جديدة لنصوص الوحيين، معتمدة على علم اللغة الجديد، علم النص والدلالة. ولا نعني قطعاً تلكم القراءة الحداثية بغثها وسمينها. ثانياً، ضمور البعد المقاصدي في التفسير الأصولي، والذي أدى بدوره إلى سطحية الفهم اللغوي للنص وإقصائه على الواقع، مع ما صاحب ذلك من زيادة الهوة بين الاختلاف الفقهي. ثالثاً، مواكبة عملية التجديد للواقع الذي كثرت فيه المستجدات وتطورت فيه حياة الناس، إذ مهمة الدين أن يقود الحياة بمثله العليا لا أن يكون مساقاً إليها. أما ضوابط التجديد فقد ذكر الأخ الباحث لذلك ضوابط يراها تحكم دعوة التجديد. من أهمها: أولاً، إعادة الرصد الاستقرائي الذي كان سبباً في إنتاج القواعد المقاصدية، ذلك أن الاستقراء على حد القرافي إثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزئياته، وإن كان الشاطبي قد اشترط في الحد أن يكون استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، وهذا الاستقراء الذي عناه الأصوليون ما هو إلا استقراء ناقص لابتنائه على أغلب الجزئيات، ولذلك رأى جمهور الأصوليون أنه حجة ظنية. ثانياً، انطلاق التجديد مع الأخذ بأدوات الاجتهاد التقليدية، إضافة إلى الإحاطة التامة بالمناهج العلمية الحديثة إبان عملية النظر المقاصدي. ثالثاً، مراعاة ثوابت الدين التي أقرها القرآن والسنة، فلا عبرة بتجديد يصادم الوحيين، إذ هما المعيار الضابط الذي نزن به اجتهادات العلماء، وإلا عد تحريفاً وتبديلاً في الدين، وتبقى عملية التجديد منحصرة في دائرة المتغير من الأحكام وخاضعة للمرن منها. رابعاً، يعتمد في المنهج التجديدي أصالته الإسلامية، وهو ما نعني به الاستبعاد التام للمناهج والنظريات الغربية في تقويم التراث وتنقيته، ومن ثم محاولة تجديده وفق تلك النظرة، مع الحذر من دعاة التجديد المتلبسين بالمناهج الغربية والذين بلغ بهم الحال إلى إنكار ثوابت الإسلام وتقويض دعائمه بحجة عدم المسايرة للواقع. وأما طروحات ومراحل التجديد فقد ذكر الباحث في هذه الجزئية مراحل مختلفة عد منها: المرحلة الأولى المرحلة الابتكارية، وجعل صورة ذلك كتابات إمام الحرمين الجويني. المرحلة الثانية مرحلة الانطلاق التجديدي، وجعل من أبرز علماء هذه المرحلة سيف الدين الآمدي والعز بن عبد السلام، ثم تلميذه القرافي، وهكذا. أما المرحلة الثالثة وجعل عنوانها مرحلة النضوج والكمال، وفارس هذه المرحلة الإمام الشاطبي فالزركشي رحمهما الله تعالى. المرحلة الرابعة مرحلة البعث الإحيائي والتجديد، وخصصها للمعاصرين، وعد في هذه المرحلة مجموعة منهم الشيخ تقي الدين نبهاني، والشيخ القرضاوي، والدكتور طه جابر العلواني. وإلى هنا ينتهي ملخص بحث تجديد المقاصد الشرعية العامة، ضوابطه وطروحاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكر أيضا الدكتورين الفاضلين على هذه الورقة إعدادا وقراءة. لكن قبل ذلك أود التنويه على وجوب كتابة الأسئلة على ورقة وإرسالها إلى الرئاسة لمن أراد أن يتدخل في هذا الإطار، وله جزيل الشكر. آخر الأوراق بعنوان الاجتهاد المقاصدي بين المفرطين فيه والمغالين وتطبيقاته المعاصرة، مع الدكتور عمر حسين غزاي، تدريسي في كلية الإمام الأعظم بالجامعة جامعة بغداد، فليتفضل سيادته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما لا خلاف فيه أن مرجعية الأمة هي القرآن الكريم والسنة المطهرة، وقد حظيت نصوصهما بالخدمة جمعا وتوثيقا ونظما ومعنا وظاهرا ومقصدا، فلم يترك باب يؤدي إلى خدمتهما إلا وطرقه العلماء، وكانت مناهج تعاملهم مع نصوصهما متوازنة. وبعد النظر في مناهج المعاصرين، أجد أن هناك منهجان قد غالا تجاه هذه النصوص إفراطا وتفريطا، وهما: أولا، منهج الإفراط في التمسك بظواهر النصوص مع إهمال عللها ومقاصدها، وأصحاب هذا المسلك أوجبوا الاقتصار على النظر في ظواهر النصوص والأدلة من غير ولوج في معانيها وغوص في مقاصدها، ولم يتجاوزوا صورها الحرفية. ثانيا، منهج التفريط بظواهر النصوص وتغليب جانب التعليل، وقد أغرقوا في المعاني وبالغوا في التعليلات والاستدلالات المصلحية والمقاصدية ولو على حساب المدلول الحقيقي. وبين هؤلاء وأولئك يكمن الحل ويظهر العلاج الناجع لهذه الفتنة التي بدأ شرها يستطير بالأفق، ولقد لوحظ في الآونة الأخيرة شيوع هذين التيارين حتى لبسوا على الناس دينهم. وكنت أعاني كحال الكثير من الدعاة والمخلصين من آثار هذه الفتنة على طلاب العلم وأنصاف المتعلمين، حيث أن كثيراً من ويلات الأمة ما هي إلا أثر من آثارها. ولما أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق مشكورة عن عزمها على عقد مؤتمرها العلمي الثاني تحت عنوان المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال في الدراسات الحديثة والمعاصرة، ألزمت نفسي بتلبية دعوتها ببحث أحاول فيه بيان هذه الفتنة ومعالجتها، ووسمته الاجتهاد المقاصدي بين المفرطين فيه والمغالين وتطبيقاته المعاصرة، ضمن المحور الثالث الجهود الحديثة والمعاصرة في خدمة المقاصد. وكانت خطتي في هذه الدراسة موزعة على مقدمة وتمهيد، قد بينت مفهوم المقاصد ومشروعية العمل بها، ومبحثين، وفي كل مبحث ثلاثة مطالب وخاتمة وفيها أهم النتائج. أما مشروعية العمل بالمقاصد فقد استدللت له بقوله صلى الله عليه وسلم موجها أصحابه الكرام: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، والحديث معلوم لدى حضراتكم. فقد علق الإمام النووي عليه قائلا: أخذ بعض الصحابة بالمفهوم ولم يتمسكوا بظاهر اللفظ، في حين تمسك آخرون بظاهر الأمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. يقول الإمام النووي: وفي هذا دليل لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ودليل لمن يقول بالظاهر. المبحث الأول ذكرت فيه التفريط في الاجتهاد المقاصدي، وقد تكلمت في المطلب الأول منه عن التحذير من إهمال المقاصد الشرعية. وإنما نعني بإهمال المقاصد الثبات
على ما ظهر من معاني النصوص وبان من غير النظر في عللها ومفاهيمها والغوص في مقصود الشارع منها. وإن من أبرز سمات هذا الجمود المعاصر تعلقه بمدارسة الحديث الشريف مع تفريطهم بالفقه وأصوله وعدم معرفتهم باختلاف الفقهاء ومداركهم في الاستنباط. وقد بين الشيخ الطاهر بن عاشور أن هذا الجمود يجر إلى الأغلاط ويوقع في الزلل، قال رحمه الله: ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ ويوجه رأيه إلى الألفاظ مقتنعا بها. يقول رحمه الله: وفي هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية وبعض المحدثين المقتصرين في التفقه على الأخبار. والمطلب الثاني من هذا المبحث هو في آثار إهمال هذه المقاصد. ومن تتبع تلك الفتاوى والتفاسير المتمسكة بالظواهر دون أن تبحر في المعاني وتغوص في العلل سيجد أنها آلت إلى آثار سيئة، ولعل منها: أولاً، غلق باب الاجتهاد. إن أصحاب هذه المدرسة الجامدة قد نادوا بلسان الحال بغلق باب الاجتهاد، وإن كانوا من أشد المدارس الفقهية رفضاً وتحريماً للتقليد، غير أن هذه الدعوة لن تجدي نفعاً ما داموا قد تمسكوا بظواهر النصوص وجمدوا على ألفاظها. ثانياً، القصور في الفهم، لأن كثيراً من أحكام النصوص لم يتمكنوا من فهمها وساء تفسيرهم لها لحصرهم الدلالات في ظواهر الألفاظ دون إيماءاتها وإشاراتها وتنبيهاتها. ثالثاً، التحجر والتنطع في الفهم والسلوك. وإنما قيدت هذا التحجر بالفهم والسلوك لأني رأيت ظاهرية العصر قد تأثرت بالجمود الفقهي بمذهب الظواهر، وتأثرت بالجمود السلوكي من حيث التكفير والتبديع والتفسيق بمذهب الخوارج. رابعاً، منع الشريعة من مواكبة النوازل والمستجدات، وذلك لأن الأخذ بالظواهر من غير مراعاة لمعانيها وتجاوز لقوالبها يكون مفضياً لجعل كثير من الوقائع المستجدة خالية من أحكام الشريعة، نظراً إلى أن النصوص متناهية والوقائع متعددة. خامساً، التفريط في تعليل الأحكام الشرعية، لأنهم نفوا القياس والاعتبار بالمعاني ووقفوا عند الظواهر فلم يتجاوزوها، وجل مناظراتهم لا تعد الاحتجاج بألفاظ الآثار وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المطلب الثالث فهو أنموذج تطبيقي، ومن الفتاوى التي يؤخذ عليها إهمال المقاصد الشرعية والجمود على النصوص من غير نظر في عللها ما أفتى به الشيخ عبد الله الهراري الحبشي، حيث قال: ولا زكاة في الأثمان من غير الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر زكاة غيرهما، وأكد على ذلك بتتمة كلامه ونصه: ولا ينظر إلى رواج الثمن الذي هو من غيرهما بالتعامل بين الناس. فمن ملك من هذه النقود الملايين أو المليارات لم تجب عليه عند الحبشي فيها زكاة، لأن النقود الشرعية عنده الذهب والفضة، وهو لا يرى مانعا من التعامل الربوي فيها، فهو يقول إنه لا ربا فيها لأنها فلوس، فعنده التعاملات الربوية حلال. فعلى قول الحبشي هذا: كم سيحرم فقراء الأمة من أموال الزكاة، وكم سيلحقهم من الحرج، لو تعامل الناس بالربا في الأوراق النقدية. لا شك أن هذه الفتيا كفيلة بالقضاء على مبدأ القروض الحسنة وإحلال القروض الربوية بدلها، مما يجعل الفقير يزداد فقرا ولا يجد من يعطيه من زكاة ماله أو إقراضه قرضة حسنة. أما المبحث الثاني فهو الغلو في الاجتهاد المقاصدي، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول منه بيان الفرق المغالية في الاجتهاد المقاصدي. لقد أصبح لزاما علينا أن نحذر من فتنة الغلو المقاصدي وأن نكشف زيف هذا الغلو، ولكي نكون منصفين ينبغي أن نبين أن المغالين فيه فرقتان: فرقة تحمست لتقديم العمل بالمقاصد على كل شكل من غير أن يكون لها قصد تعطيل النصوص أو ضرب قدسيتها، وإنما كان دافعها الرد على غلاة الظاهرية ومعطلي النصوص، وأرادت أن تظهر معقولية الشريعة ومرونتها. وفرقة أخرى تحمست للعمل بالمقاصد اعتقادا منها بقدسيتها وهيمنتها على النصوص بل وعلى سائر الأدلة الأخرى، وجعلتها ذريعة لإيجاد تشريعات جديدة قائمة على مراعاة المقاصد، غير أنهم في الواقع تمسكوا بمقاصد زائفة. وقد زعم أقطاب هذه الفرقة أن المقاصد وسيلة لإحداث ثورة فقهية لاستبدال فقه جديد بفقه قديم عفى عليه الزمان تحت شعار التحرر والتفتح الاجتهادي ومحاكاة العصر بخطاب ديني يتناغم مع لغته وخطاباته. وأيا كان الباعث على هذه المغالاة في الاجتهاد، فإنه أضحى ظاهرة شاذة أخذت تتنامى في هذا العصر، غير أنه لا يمكن أن نقول عنها بدعة العصر، لأنه يلتقي مع الفكر الباطني الذي أغرق في المعاني والتعليل وعطل ظواهر النصوص. المطلب الثاني منه صور للمغالاة في الاجتهاد المقاصدي. إن للغلو في الاجتهاد المقاصدي صورا عديدة ذكرت منها الآتي: أولا، تغييب الجزئيات عند مراعاة الكليات بدعوى انضوائها تحت مقصد كلي شامل، فانتهى بهم هذا السبيل إلى تحليل إلى التحلل من أحكام الشرع أو إلى تقييد نصوصه ومحاصرة النصوص باسم المصالح والمقاصد. ثانيا، استقلالية الاستدلال بالمقاصد عن باقي الأدلة وعدها مصدرا تشريعيا قائما برأسه. ثالثا، جعل المقاصد الشرعية مطلقة عن التقييد وجعلها موكولة للعقل وعملياته والواقع ومتغيراته. وقد استدل لذلك محمد عابد الجابري بقوله: إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اعتبر المصلحة والمقاصد الشرعية فوضعها فوق كل اعتبار، لماذا لا يقتدي المجتهدون والمجددون اليوم بهذا النوع من الاجتهاد؟ أستطيع القول إن سبب الغلو في النظر المقاصدي راجع عند هؤلاء إلى تأثرهم بهذا العلم ووقوفهم أمامه كالأساس الذي لا يعتمد إلا عليه، وتشبثهم به وحده، وإغفالهم ضمنا لباقي علوم الفقه وأدلته. وإذا أردنا غلق هذا الباب، أي باب الغلو في الاجتهاد المقاصدي، فينبغي ألا نجوز الاستدلال به في النوازل من غير الإحاطة بشروطه والتمرس على درايته والتعمق في أغواره، حتى قال الشاطبي رحمه الله: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب، أي كتاب الموافقات، أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها. وأما المطلب الأخير فقد جعلته نموذجا تطبيقيا، ومن الاجتهادات التي بنيت على أساس التوسع في الاجتهاد المقاصدي ما ذهب إليه الشيخ عبد الله العلايلي في كتابه أين الخطأ تحت عنوان أبي أعيانها أم بغاياتها هي الحدود الجزائية. قال فيه: خلاصة ما انتهيت إليه في هذا الموضوع أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيا بل بغاياتها. ثم يختم اجتهاده متهكما عند قوله: وانتهيت إلى هذا الرأي انسياقا مع روح القرآن الكريم الذي جعل القصاص صيانة للحياة وإشاعة للأمن العام، وليس لجعل المجتمع مجموعة مشوهة، هذا مقطوع اليد وذاك مقطوع الرجل
والآخر مفقوع العين أو مصلوم الإذن. والخلاصة التي أختتم فيها هذا الملخص أقول فيها إن فتنة المغالاة في المقصد لا تقل خطورة عن فتنة الجمود على ظواهر النصوص والتمسك بعمومياتها، بل هما خطان يسيران متوازيين للقضاء على المنهج الاستنباطي الأصيل. فتحت عباءة المغالاة تتبنع أحكام الشريعة وتنحل عرى الدين، وتحت وصاية التفريط في المقاصد ينشأ التكفير والتبديع والمنهج الحق بين هذا وذاك. وختاما، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأخيرا، أكرر شكري لهيئة علماء المسلمين ممثلة بأمينها العام وللقائمين على هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقاصد الشرعية تدافع عن نفسها بنفسها، بقواعدها، بمسائلها، بمباحثها، تلفظ أي دخل يتمسك به صاحبه يعتقد أن المقاصد تسعفه، وهي مقاصد عالية تتأبى على كل تحريف وانحراف. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه المائدة الصباحية الممتعة، فإن السعادة غامرة بوجود شيخنا العالم البركة الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده وفي عمره وصحته وفي علمه ودعوته. سعادتنا غامرة أنه بيننا، وسنسعد إن شاء الله تعالى بكلمة منه ينطرها بيننا، هي خلاصة تجربته في المجال العلمي والدعوي. نرجو الله تعالى أن نكون كلنا آذان وأقلام، نسمع بعناية ونسجل ما يفتح الله به على شيخنا. أعطي الكلمة للشيخ الدكتور عبد المالك السعدي، فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي الكرام، طاب صباحكم، وأهلا وسهلا بكم في ظلال هيئة العلماء في العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاكر للهيئة ممثلة بالدكتور مثنى نجد المؤسس لهذه الآية، فرحمه الله تعالى وبارك في نجده وأعانه على هذه المهمة، فإنها مهمة صعبة ولا صعبة على الله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، المقاصد، اختلف العلماء السابقون هل في التشريع الإسلامي مقاصد أو ليس فيه مقاصد. الأشاعرة أو معظم الأشاعرة أنكروا ذلك، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يشرع للناس وليس بحاجة إليهم ولا إلى عبادتهم ولا إلى أعمالهم. أخذوها من زاوية أن المقاصد هي يستفيد منها صاحب القول أو الفعل، لأنه ناظروا ذلك
بأني أبني الدار لأسكن فيه، وأعمل الكرسي لأجلس عليه، وخيط الثياب لألبسه، وهذه علامة الاحتياج. والله سبحانه وتعالى هو الغني، لا يحتاج إلى خلقه ولا إلى أعمالهم ولا إلى أفعالهم. الماتريدية ومن لحى نحوهم قالوا لا، المقاصد لها تأثير في التشريع الإسلامي، ولذلك نجد القرآن الكريم في كثير من تشريعاته يذكر حروف التعليل، إن في ذلك لعبرة لعلكم أو تتقون لعلكم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن هذه العلة نعم تؤدي إلى المقصد من تشريع الحكم، ولكن المستفيد من المقصد هو البشر والخلق لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه اللام للتعليل، ولكن العلة ليست لي، فأنا الغني وأنتم الفقراء، إنما تعود لمصلحة البشر بأسره. ولذلك المقاصد هي تكون في معظم الأمور، والعلماء قسموا التشريعات إلى قسمين، منها تعبدية ومنها مقصدية. التعبدية لم نعثر على المعنى المراد من تشريع، لماذا المغرب 3 ركعات والصبح 2 ركعات؟ لماذا نصلي 5 أوقات؟ لماذا نصوم؟ لماذا نحج؟ لماذا نطوف بالبيت؟ قالوا هذه أمور تعبدية. أما ما يدركه العقل المعنى والسر فيه والفائدة أو الحكمة، فهذا تشريع مقصدي. ولنضرب أمثلة على ذلك، تشريع القصاص وتشريع الحدود كلها لها مقاصد، حفظ الأرواح وحفظ الأموال وحفظ الأعراض، ولكن ينبغي أن لا تتجاوز المقاصد إلى النصوص الثابتة التي لا موضع للاجتهاد فيها، بل إنما هناك نصوص جاءت وعلى المسلم أن يستنبط منها من خلال المعاني التي تحتوي عليها. فلذلك بعض العلماء توسع في المقاصد وجعل لبعض العبادات مقاصد، مثلا الصوم هو تعبدي، نمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس، ولكن هناك من قال لا، له مقصد. وما هو المقصد؟ قال هناك مجموعة كبيرة عاشوا سنة طويلة يحتاجون إلى سد رمقهم من الجوع، وأنت لا تشعر بهم، فحينما تصوم وتشعر بالجوع، إذن هذا أن الفقير عانى سنة كاملة مثل هذا اليوم. أنت أيضا أن تتمتع طيلة السنة بالمأكول والمشروب والتلذذ، ولكن عليك أن تشكر نعمة الله، أن ترى قيمة هذه النعمة، وفاقد الشيء لا يشعر به. إذن أنت 11 شهرا أنت متمتع بنعمة الله تعالى،
لا تشعر بذلك إلا حينما تصوم، بأن الله قد تفضل عليك بنعمة عظيمة وقد فقدتها. ولذلك نحن الآن فقدنا هذه الحكمة، لأنه بالسحور نأكل أشكال وألوان، وبالفطور ما نخلي شيء ما نأكله. إذن كما يقول الغزالي فقدت حكمة الصوم. الربا طبعا الجماعة الذين لا يقولون بالمقاصد ولا بالمعاني وتمسكوا، ويا ليت أن يتمسكوا تماما بظاهر النصوص، قالوا كما قال الأخ عمر أنه لا ربا في النقود. أخذوها من وجهين، أن النصوص ذكرت 6 للربويات، ولكن أهل العلم استنبطوا منها حكمة وقاسوا الباقي عليها. أي فرع يستحدث وفيه هذه الحكمة الحكم يأخذه ذلك الفرع. ما دام الربا هو فيه استغلال من ناحية وإنهاك للضعيف وهجر لآيات الله سبحانه وتعالى التي حثت على القرض الحسن، فهذا يكفي لتحريمه. يبقى الجماعة الذين ينكرون ذلك يقولون هذه ورق، والذهب والفضة هما النقدان الشرعية. زين، أليس أنك تأتي بالورقة وتشتري بها؟ ما الفرق بين الليرة الذهبية وبين النقد الذي الورقة تشتري به؟ إذن نفس الحكمة أديت بها. ثانيا، عندهم لا ربا بين الفرد والدولة، ولا شك لو غاصوا الدولة فرد معنوي، فرد معنوي، ولذلك يحاسبون كما يحاسب الأفراد بل هم أشد. فالربا حكمة تحريمه هو نوعان، ربا الفض وربا النسية. والله أعلم، ربا الفض حرم لأنه لو أبيح لانشلت الحياة الاقتصادية بأسرها، فلا تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا تشغيل الأيدي العاطلة ولا عمال ولا حراس، لأني إذا ملكت 100,000 وأودعتها في البنك وكل سنة يأتيني منها 12,000 كل شهر يكفيني 1,000، إذن لماذا أفتح المحل التجاري والتجارة خسرت وهذه فقدت وهذه أصبحت فاسدة والعمال تركوا المحل والمزرعة تعطلت والمصنع تعطل؟ إذن لا أفتح مصنع ولا أفتح محل تجاري ولا صناعي، إنما يكفيني ما يأتيني من الربا. لو أباح الإسلام الربا لانشلت، كان حسر علينا رأس الفجل. نأتي إلى الربا النسيء. ليش قال يدا بيد؟ حتى إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ما شئتم يدا بيد. يعني لو كان أستلم المبلغ وأروح أجيب من غرفة الأخ مبلغ ثاني ما يصير. لماذا؟ أنا الآن أريد أصرف مبلغ أو واحد يصرفه عندي، استلمت المبلغ منه وخرجت لآتي بمبلغ ما يقابله، أنا قد يكون أنا ما عندي ضمير ولا دين أهرب. خسر هذا المقابل لو خسر؟ إذا خسر لا، أنا عندي تقوى ودين، خرجت وإذا سيارة معلن عن بيعها، فالمبلغ اللي عندي والمبلغ اللي استلمته قيمة السعر
مبلغ المقابل والمبلغ اللي استلمته من هذا الشخص قيمة ساعة. فأتيت بمبلغي مع هذا واشتريت السيارة، وبعد ساعة جاء شخص قال أو ربحك عليها 1000 وتبيعها؟ أقول له نعم. إذن أنا ربحت بمبلغ بهذا المبلغ وهو لم يربح شيئا. وأنتم تعلمون أن الإسلام عدالة من جميع الجوانب. فإذا يا إخواني المبالغة فيها، والآن ظهر على وجه الأرض أناس يا ليتهم أيضا حكموا المصلحة التي تسمى في الشريعة المصلحة المرسلة، بل إنما تجاوزوا على النصوص وأخذوا يفسرون النصوص على حسب هواهم. ونريد من إخواننا أهل العلم أن يتمسكوا بالمقاصد التي تخدم الأمة ولا تجرح في أخلاقهم وأخلاقها، ولا تعتدي على أموال الناس ولا على أعراضهم. حتى بلغ الأمر كما رأيتم أبيحت الدماء والأعراض والأموال وهدمت البيوت، وكلها لأنهم يفسرون النصوص على موجب رغبتهم وعلى موجب هواهم. وأنتم تعلمون سميت مصلحة مرسلة. الإرسال عندك خروف الآن مربوط، واحد مهدود لك، هذا مرسل وهذا مربوط. إذا كان نص يدل على إقرار الحكم هذا مربوط، على رفض الحكم مربوط. إذا جاءنا تشريع مطلق فنحن أحرار في التصرف فيه، وعلينا أن نرى المصلحة على أن لا تتجاوز النصوص، وعلى أن لا تكون الآثار سيئة. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة هذه الشريعة. وأكرر شكري لهيئة العلماء وعلى رأسها الأخ الدكتور مثنى، وأشكركم جميعا لأني أنا كنت أريد أستمع من الطازج، كلام طازج، هذا كلام قديم مالي. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمته عليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا وفي الإخوة الكرام. أحول الكلمة إلى أخي الدكتور حسن يشو، فليتفضل مشكورا. أنا عندي بعض الملاحظ اللطيفة واللطائف بين يدي الموضوع، لا أخص أحدا بالملاحظة. حين أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، كيف تحضر الروح المقاصدية بين يدي الحديث؟ أقول باختصار، في الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فقد يأتي من يقرأ النص وقد غيب الروح المقاصدية فيشتط خارج المقصود بمناحي كثيرة. حين يقول الله تعالى في الصيام كما ذكره سماحته، الله جل جلاله علل الصيام بقوله تعالى لعلكم تتقون، بمعنى أن المقصد الأسنى للصيام هو تحقيق تقوى. فالصيام حين نحدثه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله، ينبغي ألا يخرم هذا المقصد الذي نص عليه الله تعالى. وقد تكون ثمة مقاصد أو أسرار وحكم ثانوية
المشكلة حين يختل فقه مراتب العمل والأولويات، فنحط رحالنا عند أمر ثانوي ويكون على حساب المقصد الأساس، فيصير الصيام إضرابا عن الطعام وتخصيصا من أجل الرشاقة، حتى نخرم المقصد الأسناء عروة عروة. ففينا من إذا خرج رمضان يزيد وزنه ولله الحمد. في مصارف الزكاة، الله تولى نفسه تحديد مصارف الزكاة 8، فمن يأتي يقول في سبيل الله تتسع لكذا وكذا أخل بالمقصد، وإلا ما الداعي إلى التحديد؟ يعني المصارف 8، يعني المقاصدي ينبغي أن يكون محتاطا جدا، لكن قد نعمل هذه الأسرار لدى كل مقصد أو مصرف على حدة. على سبيل المثال ابن السبيل، هؤلاء المنقطعون وقد يكونون أغنياء لكن ليست لهم أرصدة في هذه البلاد فيعطون من الزكاة. جانب الانقطاع في تفعيل مادة المقاصد أراها اليوم عند اللاجئين الذين توزعوا من السوريين وغيرهم في مشارق الأرض ومغاربها، حين يقول الله تعالى المؤلفة قلوبهم، وتحدث الفقهاء حديثا مسهبا في المؤلفة قلوبهم وفيهم المسلمون وحتى غير المسلمين للأمن من شرهم وتأليف قلوبهم، فإن الأمر يتسع مقاصديا أن نشيد بأموال الزكاة مراكز دعوية تستهدف هؤلاء، وأن نترجم كتبا إلى لغاتهم نقرب فيها مناقب الإسلام ومحاسن الإسلام التي هي من مقاصد الشريعة. وفي الرقاب، الرقاب ما حد عندنا رقاب، لكن قد يتسع الأمر ها هنا أو في سبيل الله اللي هو الغزو إلى تحرير الأراضي المحتلة ودعم المقاومة لطرد المحتل ولتحرير هذه الرقاب اللي هي بشكل جماعي. طبعا مادة المقاصد أحيانا هي ليست دليلا أو معيارا للحكم الشرعي، ولا أحد أرى أنه قال ذلك إلا المتطفلين، لكنها تراعى في تنزيل الحكم أو في الفتية تراعى. والفتية قيل من الفتوة القوة، وتكون قوية حين تراعى المقاصد. وفي فهم النص، فهم النص الشرعي فهما مقاصديا، مثلا حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال للصحابة ومكة في الجنوب، قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غاط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أمر، لأن الكعبة لم تكن في شرقهم. أنا في المغرب، هل يليق أن أخذ هذا النص بلفظه وأقول ولكن شرقوا والكعبة في شرقي؟ أنا أصلي للكعبة بمشرق الشمس، هل أتمسك باللفظ أم بمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجانبة الكعبة؟ طبعا بالمقصود. بالمثال يتضح المقال. في فهم النص قد نراعي سبب النزول أو الورود أو المكان الجغرافي المتحدث منه، حتى في باب الترجمة، ترجمة احنا في
بلاد الخليج الحارة ولله الحمد، وازدادت حرارتها بالحروب والصراع والحصار. على كل حال الله المستعان، لما يحتاج إلى الماء البارد، أنا دائما أقول أجد في الماء نعمتين، نعمة الماء ونعمة كونه باردا. ونقول أثلج صدري، أو كلماتك أثلجت صدري، كلمة معبرة في زمن الحر وجغرافية مناخها حار. لكن لما نمشي لسيبيريا ونقول له كلماتك أثلجت صدري، ما تأدي نفس المقصود، لأنه لا يحتاج إلى ثلج يعيشه يوميا، بل دائما يحتاج إلى الدفء. ففي الترجمة ما تترجم حرفيا أثلج، وإنما تترجم المقصود، فالمدار على المقصد لا على اللفظ. سماحته لما تحدث عن المصلحة، في المصلحة عندنا القاعدة تقول لا اجتهاد في مورد النص، ليست على إطلاقها، ففيه النص وإن كان قطعيا لكنه ظني في الدلالة، قد نختار باجتهادنا أحد المعاني المنسجمة مع الكليات. عندنا في المغرب محمد عابد الجابري، علماني طبعا، وله مشروع في العقل، مشروع العقل العربي، في تكوين العقل العربي الكتاب الأول في السلسلة، تحدث عن القياس وشن هجمة على الإمام الشافعي صاحب الرسالة واضع علم الأصول، حين تحدث عن القياس بدعوى إيش؟ بدعوى أن القياس يشدنا إلى أصل، قال بتعبير الحداثويين، قال لأن فيه نوعا من الماضوية، في حين في كتابه بنية العقل، بنية العقل العربي، أثنى على الشاطبي لأنه رافع لواء المصلحة، ظنا منه أن المصلحة مسجلة مطلقة ليست مقيدة بقيودها. حتى الإمام الشاطبي في الاعتصام تحدث عن ضوابط المصلحة. قلها ولا حرج، ولا أفهمها، ولا بيب من حياكم الله. أنا مقاصدي حياكم الله. شكر الله. أعطي الكلمة للشيخ. لي ملاحظات فنيتان. مرحبا. الأولى بالنسبة للأخوة الباحثين علماء البحث والمناظرة، اهتموا بالتقسيم، فأسمع من كاتب لوحيد يقول البحث الأول، البحث الثاني، البحث الثالث. البحث هذا ما كتبته بحث، فلا يقسم إلى مباحث بل يقسم إلى مطالب، لأن الكتاب يقسم إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مباحث، والمباحث تقسم إلى مطالب، والمطلب يقسم إلى فروع، والفرع يقسم إلى نقاط، والنقطة تقسم إلى مسائل. هذه فائدة. إذن الباحث يقول المطلب الأول، المطلب الثاني، لأن الشيء لا يقسم إلى نفسه بل إلى أجزائه أو جزئياته. الثانية لام القسم للتأكيد، تأتي للتأكيد. من طبع القرآن جابل، لأن القرآن يختلف عما نتكلم عنه دائما، الخطيب والكاتب لقد 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 لقد، هذه لام القسم. والكلام الخبري ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ابتدائي وطلبي وإنكاري. ابتدائي قلها الغرفة واسعة أخبر بها، هذه لا حاجة إلى التأكيد قطعا. إذا واحد سألني هل الغرفة واسعة، نعم أجيب الغرفة واسعة، لكن قد يكون أحتاج أقول والله إن الغرفة واسعة. الإنكاري يقول لا مو واسعة،
وهذا مهما وجدت من مؤكدات أتي بها أمامه. والله إن الغرفة لواسعة هكذا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لا لمن المرسلين. والجملة الإسمية أيضا مؤكدة كم أربع مؤكدات لأنهم منكرون. فأنت محل منكر قال تتكلم جديد جيب قد لكن إذا اقتضى جيب الفاء فقد 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 دال لقد. القرآن الكريم لأنه متحدى ولذلك لقد أرسلنا لقد لقد. أما أنت لا تأتي باللام القسم في الكلام الابتدائي بل إذا كان هناك طلبي أو إنكاري. أريد أذكر لكم من مقاصد لطافة بها مقاصد العبادات. رمي الجمار ليس معقول معنى. جمار نرميها عبادة؟ هل هي صدقة؟ هل هي صوم؟ هل هاجم؟ لا، استنتجوا لها حكمة. الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذن الإيمان سبعون شعبة أو شوي أزيد. كل شعبة يقابلها شعبة الشيطان. الإيمان الكفر، الصلاة تركه، الصوم الإفطار، الصدق الكذب، الأمانة الخيانة. كل خصلة يقابلها خصلة للشيطان. فالمفروض أن المحاج لا نقول له أرمي الشيطان، ربما الشيطان يضحك عليك هذه ولا أجل لكم الله يشلون الأحذية ويرمون. كل هذا جهل. بل إنما عليه أن يقول الجمار سبعون، إذا تأخرنا لثالث يوم سبعون بالضبط. أول يوم سبعة، ثاني يوم 21، ثالث يوم 21، ورابع يوم العيد 21. إيش كثر صارت؟ 70. هذا الكذب، هاي النميمة، هذا الغيبة، هذا الافتراء، هذا. إذا أصبح رمي الجمار رمي توثل هاي الحصوة خصلة من خصل الشيطان نرميها. الطواف تعبدي، لا هم طلعوا له حكمة. قالوا الملك الذي يختفي عن شعبه ولله المثل على الناس، لهم طلبات يدور حول بيته، لعل الملك ينظر يقول هذا ماذا يريد؟ يا هذا عنده طلب راتب، هذا يريد دار، هكذا جيبوا طلباتهم. موافق. الله تعالى جعل هذا البيت يمثله بيت الله، فكأنما الطائفين ربنا سيقول ماذا حاجة هؤلاء؟ لماذا يدورون حول بيتي؟ هذا يريد المغفرة وهذا يريد الرضوان وهذا يريد كذا، وقد يكون يريد أمرة ويريد فلوس. لا أنا موافق عليها. من هذا القبيل كثير من الحكم استنبطها بعض العلماء. والله سبحانه وتعالى الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الأخ الأستاذ حاجم، المقاصد الشرعية لها أهمية كبيرة وفي مجالات متعددة، ولست بصدد شرحها لكم، لكن إحدى الأهميات الكبرى اللي أعتقد نحن بحاجة لها أن المقاصد عابرة للطائفية، عابرة للمذهبية. وما كان الشاطبي يعني في بداية كتابه أوضح ذلك. فلا ضير ما دمنا بحضور أساتذة ومختصين ومهتمين في المؤتمرات القادمة، من دعوة باحثين من المذاهب الأخرى، الجعفري أو الأباضي أو الزيدي، أو يعني باعتبارها مظلة للأمة هذه المقاصد، تجمع ولا تفرق يعني. والجميع أعتقد يعترف بأهمية الموضوع هذا. الأمر الثاني، أنا لست مختص بالشريعة، وما دمنا بحضور هذه الثلة الخيرة، ما أطرحه هو سؤال. يعني أرى أن هناك إشكالية هي
مسألة المقاصد الفروع أو مقاصد النص المفرد، يعني لما نتكلم عن المقاصد نتكلم عن المقاصد العامة اللي هي الكليات اللي تبينت عن طريق الاستقراء كما أوضح أساتذة الاختصاص. عندما نتكلم عن الفروع يعني نبتعد، هي صحيح يعني اللفظ مشترك، يعني لكل نص مقصد، لكل جزئية مقصد، لكن هل هي تعتبر من المقاصد؟ يعني المقاصد يعني حسب فهمي لها أن تتعلق بالكليات العامة للشريعة اللي تستقرأ من خلال عدد كبير من النصوص، بحيث وصل العلماء إلى أن هذه هي المقاصد كما أثبتوها. بالنسبة للمقاصد يعني أيضا هي الأهداف، أهداف للشريعة. فالكلام عن مثلا محاسن الصلاة أو الأشياء الجميلة في كل نص، في كل فرع، في هل تعتبر من المقاصد اللي هي تسمى يمكن الحكم أو المعاني، أو يعني يوجد يعني شيء من الخلط. طبعا هي العلوم الشرعية كلها تكمل بعضها، يعني حتى اللغة، حتى يعني هي ليست بعيدة الطرح، ولكن هل هي من ضمن المقاصد؟ وشكرا جزيلا لكم. شكر الله لكم. أعطي الكلمة للمنصة وأبدأ بأخي. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد سؤال يتعلق بما تقدم من بحوث من الأخ قاسم كسار، يقول فيه: كيف الخلاص من فتاوى حرمة مقاومة المحتل لأي بلد من بلاد المسلمين المحتلة التي تستند على مقاصد الشريعة وهي عدم التكافؤ في القوى؟ الجواب: أولا أقول بأنه غالب الفتاوى من هذا النوع ومن هذا القبيل القديمة والحديثة لا تستند على المقاصد، تستند على المصالح، لأن باب المصالح واسع، وهو دليل من أدلة التشريع، ومجال التحجج به بشكل عام ممكن. كل من قال مصلحة لا يعني أنها مصلحة منضبطة مع ضوابط الشرع، ولكن هي تعلة أو تبرير أو ذريعة للهروب من الواجب، وإلا عند التحقيق كل من يقول بذلك فليجلس فلنرى هذه المصلحة هل هي من المصالح المعتبرة أو الملغاة أو المرسلة، وإذا كانت من المرسلة هل تنطبق عليها الضوابط جميعا كما أصلها علماء الأمة أم لا؟ للأسف يقال هكذا كلام مرسل المصلحة، وما أكثر ما نسمع هذا الآن في العراق للأسف فيما يتعلق بمقاومة الاحتلال، ما يتعلق بالعملية السياسية وما إلى ذلك. أما الاعتماد على المقاصد لا، عدوهم الآن هي المقاصد، لأن المقاصد دائما تقف في طريق من يريد أن يحرف النص أو يصدم النص أو يلوي عنق النص، كلهم يصطدمون بالمقاصد، ولذلك ذهب كثير منهم إلى التهوين من المقاصد، وعدوا علم المقاصد بدعة حديثة وأنها ما كانت عند علمائنا المتقدمين. وللأسف هذا الكلام يسمع من ما يسمون بالعلماء وبطلبة العلم. هناك نبرة حديثة الآن كما ذكر بعض الإخوة في بحوثهم، الاستناد على كلام ابن عاشور وعلى تأصيلات الباحثين المحدثين والمعاصرين فيما يتعلق بالمقاصد لتوسعة هذا المفهوم وإخراجه عن واقعه كما سمعنا في بحث الأخ الدكتور عمر غزاي. فإذن هذه الفتاوى قائمة على أسس غير صحيحة، على أسس غير سليمة، وهي في الغالب خاضعة لظروف سياسية، لضغوطات سياسية، لطلبات سياسية، فضلا عن المصالح، وهنا المصالح أقصد بها المصالح الخاصة الشخصية والحزبية وما إلى ذلك. فقط إجابة على سؤال الأخ حاتم الراكان أحد الأسئلة فيما يتعلق بدعوة أطراف مذهبية، وهنا أنا ملزم بالإجابة نيابة عن القسم العلمي في الهيئة. هذا مؤتمر علمي
ليس مؤتمرا سياسيا وليس مؤتمرا مجتمعيا إذا صح التعبير، بمعنى لسنا رابطة تنشط أو تسعى، وأقصد هنا القسم العلمي في هذا المجال، هذا تقيمه الهيئة في مؤتمراتها السياسية المجتمعية تدعو جميع الأطراف، وهذا ما عليه الهيئة والحمد لله. في المقاصد، المقاصد مؤتمر علمي ترسل الدعوات للجهات العلمية، جامعات، مراكز بحث، شخصيات علمية، لا على سبيل التعيين، ويعلن عنها في وسائل الإعلام وفي المنصات المعتادة لذلك، فمن استجاب فمرحبا به أيا كان، فالقضية قائمة على أساس الاستجابة، وإلا دعونا شخصيات كثيرة وللأسف اعتذرت أو حتى لم تعتذر كما أخبرني الإخوة في القسم العلمي. فمجال هذا الموضوع غير المجال الذي تتحدث عنه جنابك الكريم، وأنا أقول بأنه هذا المجال له منصاته الأخرى في المؤتمرات السياسية المجتمعية الدعوية وغيرها كثير. وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد سؤال من الأخ دكتور فالح يقول: ما مدى صحة ما أطلقتم من القول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوق كل اعتبار؟ أخي الكريم، أنا لم أقل هذا القول، وإنما هذا القول نقلته عن محمد عابد الجابري، حيث إنه يذهب إلى هذا الرأي، وفي الباب الذي ذكرت فيه صورا من الغلو المقاصدي، فذكرت أحد إحدى هذه الصور جعل المقاصد الشرعية مطلقة عن كل تقييد، وقد عبت هذا القول على محمد عابد الجابري فلم أتبنى هذا الرأي. السؤال الآخر جاء من الدكتور عبد الودود القيسي، يقول: هناك من يدعي أن التفسير القرآني والتأويل توقف ولا يجوز أن نأتي بتفسير أو تأويل جديد، وأقصد بهذا هو السبق أو التفسير العلمي، ما هو رأيكم بهذا؟ نحن في هذا البحث قد عبنا جانبين، جانب الإفراط في المقاصد وجانب التفريط فيها، وذكرنا أن هناك من يتمسك بظواهر النصوص ويكتفي بالنصوص كما وردت ولا يريد أن يتجاوز قوالبها، وقد ذكرنا أن من الآثار السيئة التي نتجت عن هذا التيار غلق باب الاجتهاد، فلا يمكن أن نقول إن النصوص القرآنية أو النصوص النبوية انتهى تفسيرها ووقف الأمر إلى هذا، بل هناك تفسيرات جديدة قد جاءت، وهذا المقام ليس مقامي، فهو مقام الأساتذة الكرام وشيخنا العلامة الشيخ عبد الملك السعدي حفظه الله تعالى وأطال في عمره. شكرا. الشيخ هشام. لا شك أن الأفكار تتلاقح وتنمو بهذا التلاقح، وتزداد المعاني وتكبر المفاهيم وتنتج العطاء الذي يرفع من قدر المسلمين باتجاه الحياة الأمثل والأفضل. هناك إشكالية حقيقة البعض يشير إليها، إشكالية مقاصد النصوص الكليات والنص المفرد. حين نتكلم عن المقاصد، لا شك أن بالضرورة نتطرق إلى علم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم استقرائي، سواء من الأحكام، استقراء الأحكام الفروع، أو استقراء النصوص الشرعية ومعهود العربي في التفكير لكيف كان، كيف كان العرب حين يتلقون النص القرآني أو السنة، وكيف يتعاملون معه بحسب هذا المقوم الأساسي للاجتهاد. فتطور علم أصول الفقه، كان لكل زمان أصول فقه ضابطة لذاك الزمان بحسب حاجتهم. فحين احتاج عبد الرحمن بن مهدي مثلا إلى أنه يعلم كيف يستنبط الإمام الشافعي، وهو عالم من علماء مجتهد أيضا، ولكن أراد أن يثبت بسؤاله تأسيس علم معين هو علم أصول الفقه، فكان كتاب الرسالة للإمام الشافعي. ثم بعد الإمام الشافعي يكاد في القرن الواحد مئات أو عشرات الكتب في أصول الفقه بحسب حاجة البيئة التي تعامل معها الأصوليون، وصولا إلى زماننا هذا. فعلم أصول الفقه مثلا في القرن الخامس غير علم أصول الفقه في القرن العاشر
أو بالقرن الآن الخامس عشر. ولكن هذه الغيرية ليست غيرية جنس أو نوع، وإنما هي غيرية نمو حيوية، بحيث أن التفكير على ما يحتاج يستنبط العلماء القواعد والضوابط لذلك الأمر. ففي الشريعة الإسلامية المقاصد مرتبطة مع الحكم الشرعي ليس تشريعا وإنما توصيفا بما يتعلق في الأداء. هناك الأحكام الشرعية لا شك أنها أحكام وضع وأحكام تكليف، فالمقاصد هي ليست تشريعا لأحكام الوضع وليست تشريعا لأحكام التكليف، ولكن مرتبطة بها في باب الأداء أو القضاء أو الإعادة من وجه التمام والكمال وتحقيق الأغراض التي يهدف إليها الشارع في هذا التشريع لهذا الإنسان. فتمام الأداء غير منقوص، تم المقصد فيه. لكن هناك هذا في الظهر، هناك في القلب والنية والمعاني التي تحرك القلب والعقل عند الإنسان، فهذه أيضا لها تحقيقات. فالعبادة توقيفية، ولكن في الأداء هناك أمور تتحقق ولا تلغي التوقيف، تتقصد ولا تلغي التوقيف ويحافظ عليها. فلذلك أنه المقاصد الشرعية نجد أنه من الدراسة نوعان: مقاصد كلية اللي هي المشهور مثل منها الخمسة، وهناك من جعل المقاصد إلى أكثر من 18 مقصدا كليا للشريعة الإسلامية، وهناك مقاصد للنص الواحد، أو نستطيع أن نقول أنه في الاجتهاد للحكم الشرعي المعين في أي مجال من مجالات الفرد في علاقته مع الله، أو في مجال علاقة الناس مع بعضهم، أو في مجال الواقع العام الشمولي في المجتمع الإنساني. فالمقاصد بهذا الاتجاه تؤخذ، لكن تبقى الذي يبقى في الاعتبار أن النص الشرعي مقدس لا يتحكم فيه العقل، وإنما العقل فيه أداة للفهم. هناك فرق بين التأسيس المعرفي للعقيدة، مثلا الإيمان بالله، أن محمد رسول الله، أن القرآن من عند الله، هذا تأسيس معرفي العقل حاكم فيه، لكن ما يستنبط من القرآن ويعرف من السنة بالبيان هنا العقل ليس متحكما فيه، ليس حاكما، العقل فيه أداة. فما يستنبط من هذا الأمر يقرر في مجال المقاصد الكلية أو المقاصد الجزئية على التفريعات والاجتهادات في هذا الباب لا أحب أن أدخل فيها. أعتذر، فسيف الوقت أيضا يداهمنا. قبل الختام، تسعد هيئة علماء المسلمين في العراق عرفانا واعترافا بأحد شيوخ الأمة، وليس شيخ العراق فقط، أن تكرمه لمكانة العلم والدعوة التي قضي فيها، وقضى فيها يعني ردحا من الزمان. سيقوم أخي الدكتور متنى حارث الضاري بتكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد المالك السعدي بدرع المؤتمر، فليتفضل الدكتور مشكورا. الحضور الكريم، بعد هذه اللفتة الإنسانية الكريمة اعترافا بالعلم وأهله، يحبني يقول: اللهم ارزقه الإخلاص في العمل وحسن الخاتم، لا غير. فقط الشيخ قال أخي بالكلمة، أنا ابنه وتلميذه، إنما المؤمن أخوة وابن تلميذه. الله يحفظه ويبارك فيه. هاي وقت ما قال لك ترى، شوف أنا شيخك وشيخ شيخ أبوك. حاضر، تمام، بارك الله فيك، بارك الله. نختم هذا اللقاء وقد تمنيت أن أبقى رئيسا عليكم، فأبيتم إلا أن تقطعوا عني هذه الأمنية على الساعة 12:30، فهي رئاسة مؤقتة،
ومع ذلك أرجو الله تعالى أن يبارك فينا جميعا وفي أمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك.